يواصل الرئيس سعد الحريري زيارته إلى موسكو، حيث يجري العديد من اللقاءات والمحادثات. وخلال الزيارة خص الرئيس الحريري تلفزيون مستقبل بلقاء أكد فيه أن الجهود تنصب لحماية لبنان بشتى الوسائل من أي كارثة يمكن أن تحصل. وعن لقائه والوفد المرافق بوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، شدد الحريري على أن المحادثات كانت صريحة وبناءة وجيدة جدا. كان لقاء جيد جدا، لا شك أنه حكينا بكل صراحة، وهذا الشيء معروف دائما عن معالي الوزير الخارجية. ما في شك أنه في اهتمام كبير بلبنان بالنسبة لروسيا، ونحن عم نحاول بشتى الوسائل أنه نحمي لبنان من أي كارثة ممكن تحصل. ما في شك أنه بالنسبة لي أنا الأهمية القصوى هي لانتخاب رئيس الجمهورية، لأنه بهذا الانتخاب بيكون حلينا السبب الأساسي لكل المشاكل اللي عم نشوفها بالبلد، إن كان بتدهور المؤسسات وأيضا كل شيء بيتعلق بالاقتصاد وتدهور الاقتصاد وأيضا أمنيا. فلذلك نحن بنشوف إنه اليوم الحل الأساسي هو بانتخاب رئيس جمهورية. وكان موافقني معالي الوزير لافروف، حكينا بمواضيع اللي لها دخل بالمنطقة وشو عم وين عم تتقدم الأمور فيما يخص سوريا، وهيدا الشيء نحن كلياتنا بنتأمل إنه يكون في حل سياسي بسوريا بأسرع وقت ممكن. نحن موقفنا واضح بموضوع بشار الأسد، وهن يعني واضح موقفهم بموضوع بشار الأسد. فالحمد لله الموقف يعني زيارة جيدة، وإن شاء الله نستكمل ببعض اللقاءات. واضح إنه الرئيس بوتين بده حل سياسي بالبلد بسوريا. هلا يمكن الآخرين ما بيعتبروا هذا الشيء هو أساس، إن كان بشار الأسد ولا إن كان معارضة، بس أنا برأيي إنه في حل سياسي قادم على سوريا، وهذا الشيء بهم الشعب السوري. حكى أنه زيارتك لهون كانت لتحريك الملف الرئاسي والطلب من الروس أنه يطلعوا بدور بهالإطار، هيدا دور أقوى. يعني هن لهم دور كبير بالمنطقة، ونحن بنتمنى أنه هذا الدور يتفعل كمان أيضا في لبنان. وفي مقر إقامته بموسكو، التقى رئيس الحريري سفير لبنان في روسيا شوقي بنصار، عارضا معه شؤونا تتعلق بأوضاع السفارة واللبنانيين المقيمين في روسيا.